سيتم أمام جمهوره وفي ملعب أول نوفمبر دائما. الأمل واجه الشبيبة في مباراة كانت تعد بالكثير لكنها جاءت عكس ذلك ولم ترقى إلى المستوى الذي كان ينتظره الجمهور. شوط المباراة الأول سجلنا خلاله محاولتين اثنتين، الأولى كانت في هذا الهجوم المعاكس لكن فيستون هنا يضيع فرصة فتح مجال التهديف، والثانية كانت تسديدة بالعلجية هذه التي أخرجها الحارس بوفناش بصعوبة كبيرة. وشوط المباراة الأول انتهى بالتعادل، الأبيض صفر لمثله. المرحلة الثانية من المباراة وأول محاولة من كماش ورأسيته غير بعيدة عن مرمى صالحي، ثم بالعلجية من جانب الشبيبة في هذه التسديدة وبوفناش وظف كل إمكانيته لإخراج الكرة. الشبيبة كان بإمكانها فتح مجال التهديف بعد هذا الهجوم المعاكس لو استغل كل من بالعلجية فيستون وبن يوسف هذه الفرصة السنحة. ثم بالعلجية في محاولة أخرى والحارس بوفناش يخرج الكرة لتنتهي هذه المباراة على نتيجة التعادل الأبيض صفر لمثله. انا جو سوي تري تري فيير دو مي جوار